مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية، وردني سؤال من إحدى المتابعات إنه كيف راح أعرف نسبة الشحن للإيربودز؟ طبعا الظاهر إنه المتابعة جديدة، فقالت لي هل هناك تطبيق؟ طبعا ما نحتاج تطبيق للآيفون، فقط إنه تربطين الإيربودز ويا الآيفون راح تظهر نسبة الشحن. الآن هذه الإيربودز أني مو مالتي، حبيت إنه أعرف نسبة الشحن مالتها، أجي بس أفتح القبة مال الحافظة أو مال الصندوق للإيربودز راح تظهر عندي هنا. أكبس على بالأسفل اتصال، راح يقول لك اضغط مطولا على زر في ظهر علبة الشحن. مثل ما تعرفون انه اكو هنا هذا الزر، فقط اللي تكبس عليه هذا الزر تقدر تعمل إعادة ضبط المصنع، كل شيء تضغط مطول عليه مثل ما تشاهدون الآن، موافق، وهنا تعمل اكس، والآن الايربودز اتصلت. طبعا ترفع ايدك فقط، اذا سديت القبة مال الصندوق راح تروح. الآن مثل ما تشاهدون النسبة هنا 95، وهنا بالنسبة لي 100. فهذا اللي حبيت أشرح لكم إياه. طبعا إذا خليته مفتوح وتقدر تروح على الإعدادات، وين راح نلقي؟ راح نلقيها وين؟ بالبلوتوث. ننزل على البلوتوث راح تلقي معلومات الإيربودز هنا موجودة، الاسم و المعلومات كلها وآخر تحديث SE135 اللي نزل قبل كم يوم، والضمان هنا 23/11/2023. طبعا تقدر تلغي الحفظ، راح تنشاهل ينلغي الحفظ مال الايربودز. هذا اللي حبيت اشرح لكم اياه، اتمنى استفاديتوا. ادعموا قناتي بدين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.